البنات ما تخلعوش، راني دايره غير ماسك. اوكي ما تخلعوش، راه غير ماسك دايره لوجهي من عند امل. اوكي راه عندهم حتى لي ماسك، الناس اللي ما عارفاش راه عندها حتى لي ماسك ديال الوجه وداكشي، راه شي حاجه واعره. شوف خليها هكا شويه ريلاكس. انا بغيتكم تشوفوا غير اللمعه، اللمعه اللي في الشعر، هادشي اللي بغيتكم تشوفوا. انا شوفوا اللمعه، وصلي معايا 3 ايام ما غسلت شعري، 3 ايام هو ما مزيت ما والو، ما فيه لا ريحه خايبه لا حتى شي حاجه. شوفوا اللمعه ديال الحاجه اللي كتعجبني بزاف في هاد لي برودوي. عرفت درت الماسك كنحس بوجهي، حسيت الشفا عندي من فوق على هادي. اجبل ليكم شحال زوينة تعتني براسك. الله نشوف شنو عندنا في التلاجة. عندي هاد وقيلا خسر البنات هاد الفيتامين، خسر ليا قلت هداك نهار الامل بينه. عرفتو علاش؟ لحقاش خليتو برا، كنت غندير غير هادي، لحقاش خليتو برا وعاود رديتو في التلاجة، صافي ندير غير هادي. شوفو هاد الفترة اللي غديني فيها لي غير خلي ضروري نعتني بوجهي بزاف. والعنق مهم، ألورا هيك شتو اختي على روتين ليلي كي داير. بيان تيفال
عليك.